وخليني اقول لكم يعني يعني بيبقى حلو جدا لما يبقى ليك طبعا اخ طبعا وفرق السن ده كبير وانت تعتبر متبنيه مصطفى. طبعا. يعني انت بتوجهه بياخد رايك بتحضر تمارينه؟ لا يعني جه فترة كنت بلعب معاه على طول بالليل، يعني فعلا بحاول يعني بظبط عليه حاجات طبعا، دي اصابات لغاية لما يجي وقت كمان يعني هيبقى يعني سنة سنتين هبقى احتاجه بقى، اللي هو يعني تلعبوا مع بقى بعض. بالظبط يعني هيبقى تمرينة سهلة اخده على طول اروح العب معاه. يعني منافسة يبقى في قعدت منافسة. شبه شهرين في عز البطولات كنت باخده بالليل على طول، زي يعني جيم كويس ليا مثلا، اعمل شوية حاجات عليه، اتمرن على شوية حاجات عليه كده. وعايز اقول لك انت فدته اه يعني بالظبط. بسم الله ما شاء الله، اول سنه 13 سنه، ثالث 15 سنه ولسه طالع. اه لا بقول له هو دايما عنده احسن ان هو يقدمه، كمان ان هو يعني من نوع اللعيب الحريف شويه، المهاري شويه، اللي عايز فعلا يتفزلك شويه في الملعب، بس يعني بص طلع كل حاجه في الاخر كله. يعني دايما بقول له لا نحافظ على كورتنا شويه، الحاجات دي مع هتيجي مع الخبره الوقت. اه مع بالظبط، الخبره يعني التسرع ده هيقل يعني هيأدي ان شاء الله. هيتقل في الملعب. اه طبعا. طب قول يا مصطفى انت عندك بطولات قريب؟ ان شاء الله يعني مسافر ان شاء الله يوم السبت الجاي ايه ده انجلترا بسرعه ان شاء كده؟ الله. اه بسرعه على طول ان شاء على الله. طول رايح اه فين؟ انجلترا ان شاء الله، اللي هي كناريا وولف بطوله كناري كناريا وولف. وورف ان شاء الله. بثلاث ايام. طيب انت رايح قبل البطوله بقد ايه؟ رايح قبل البطوله، هي البطوله تبتدي يوم الثلاث انت رايح السبت، قول يعني ممكن الحد تبتدي اول تمرين. يعني، اه حد بالليل كده. اه اتنين برضو انجلترا يخش. قريبه فعشان كده مش رحت هتبقى بعيد. متاخر شويه. اه طب قول لي البطوله دي عارف مين اللي بيشارك فيها؟ ان شاء الله نمره واحد على البطوله بول كول، نمره اتنين انا. حبيبك ده، اه ده اه انت على طول في القرعه دايما هنا. يعني بص انت لعبت بول كوره اكتر من لعيبه اه المصريين، بالظبط كده. فده يعني بس انت يعني معلم عليه، ويمكن مره واحده بس فلت منك، بس انت ما شاء الله عملت له يعني الحمد لله. مشكله. طيب البطوله يمكن هم يعني بطولات مصنفه ايه يعني؟ هل تصنيفها جولد، هي جولد؟ جولد. عاليه. اه بطولة كبيرة، بطولة بطوله كبيرة، كبيره بطولة دي كبيرة. هتديك نقاط كويسه. اه ان شاء الله. ولو تفتكر يا مصطفى احنا لما اتكلمنا مع بعض من سنه هنا قلت لي انا مش باصص للرانك دلوقتي، اه بالظبط، صح؟ نفس الحاجه برضه، بس دلوقتي ابتدت عمليه حسابات سنه صغيره، بس يعني لا الرانك يعني زي ما احنا شايفين هو بول كل نمره واحد على العالم، الموضوع مش بعيد خالص. يعني طبعا كلنا كان متضايقين كمصريين طبعا، نمره واحد هو دي بعيد اتشالت عننا. مننا طبعا، يعني علي فرج بقى نمره اتنين الشهر ده، بس هي مش بعيده خالص يعني. الحمد لله بول كول ده انا لعبته اربع مرات، اربع هو مرات كسب مره انا كسبت ثلاثه، فدايما يعني ده نمره واحد، فلما بص نمره واحد انا كسبانه كده، فدايما حاطط عيني عليه ان هو، بس طبعا حاطط عيني على اللي يعني لغايه ما توصل له. التالت التاني، وبس طبعا رامي عيني عليه طبعا. انت داخل على المين دور على طول؟ اه طبعا. عشان انت طبعا اه اول 16 فداخل على المين دور. اه طيب انت عرفت ممكن مين يبقى في سكتك ولا بتبعت اه لا كده؟ لا اه البطولة ان شاء الله عندي اول ماتش ما بين واحد فرنسي كده نمره 11 على العالم، واحد كويس اسمه جريجوار مارش، وان شاء الله كسبت هلاعب جول ميكن، ولد من ويلز. ويلز كده. انت عارف كمان اه مروان، ما شاء الله مروان متابع. اه نمره 8 على العالم، وان شاء الله كسبت هلاعب ديجو الياس مصنف نمره طب 6 كويس على مش في العالم. طريقك خالص بالكور. لا ما انا يعني هو انت واحد، هو في الطريق وانت في اثنين هو يعني واحد انا اتنين. اه بالظبط. بالظبط، دايما انا اول واحد. وثاني بياخدوا طريقين عكس بعض اه بالظبط طالما كده، مصنف اول على البطوله والثاني. بالظبط كده. طيب اتمرنت كويس الفتره اللي فاتت؟ يعني انت يمكن ما شاركتش في ماتشات ثاني، هل يعني كان اه طبعا التمرين كان على مستوى الحمد لله، فترة كانت حلوة يعني، مرنت فيها فيتنس سكواش، جمعت كل حاجة، ظبطنا كل حاجة الحمد لله انا ومدربيني يعني، وان شاء الله مستعدين الفترة الجاية. الفترة الجاية هتبقى صعبة جدا، كمان عندنا بطولات لحمة كلها في بعض، بطولة كاليفورنيا دي هنرجع على طول، مفيش يعني رجعت من الطياره يوم بطوله الجمهوريه، بعد كده سافرت تاني انجلترا عشان عندنا بطوله بريتش اوبن لانجلترا برضو بتتعمل، تاني. بس اللي اه كانت بتعمل في الشتاء اللي حصل الدنيا كورونا. اه بالظبط، وهنرجع الجمهوريه على طول ونروح على انجلترا تاني على طول، وفي بقى هنا في شهر خمسة ان شاء الله بطوله العالم هتعمل في متحف الحضاره في الفسطاط هنا. لا امتى دي بطولة العالم؟ بطوله العالم هتعمل فين؟ في متحف الحضاره، متحف الحضارة متحف الحضاره نص في شهر خمسة، كام؟ نص نص خمسة. خمسة. فيها اجندة عندك؟ اه لا اجندة ده لسه ده في امريكا في شهر خمسة، اول خمسة ان شاء الله بطولة، اللي هي بطولة اللي بتعمل في محطة القطر هناك في نيويورك، وبعديها على طول بطولة العالم هنا في مصر، وبعد كده بطولة الجونة في مصر خبر في ابيض. شهر انت خمسة. عندك تقريبا كل شهر بطولة تقريبا اه او لا يمكن اكتر. ده ثلاثة ثلاثة. ثلاثة انت كل اسبوع اه واول ستة كمان بطولة مول العرب، اللي هي بطولة الثمانية اللي انت ما الكبار. شاء الله خدتها السنة اللي فاتت دي كان مش سهل، ولعلمك السنة اللي فاتت كانت سنة سعيدة عليك. الحمد لله.